بتشتغل في مجال التسويق بالعمولة على الفيسبوك، ودلوقتي حابب تغير اسم صفحتك التجارية نظرا لتغيير النيتش او اي سبب تاني، يبقى الفيديو ده ليك، لان النهاردة هعرفك ازاي تغير اسم صفحتك التجارية على الفيسبوك من خلال الموبايل بتاعك او من خلال الهاتف بتاعك خطوة بخطوة. ولو انت لسه مبتدئ في مجال الربح من الانترنت ولسه محققتش ولا دولار، يبقى لازم تنزل لصندوق الوصف علشان تشوف رابط الفيديو لأولى توصياتي للربح من الانترنت والربح من جوجل خطوة بخطوة للمبتدئين، وشرح حصري 100% تقدر تبدأ منه وتبدأ تحقق أرباحك الشهرية إن شاء الله. يلا نروح لفيديو النهاردة بعد الفاصل القصير ده. ورجعنا لكم من تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يوسف أحمد ودي قناتكم، قناة اتعلم دوت نت، وتغيير اسم صفحتك التجارية على الفيسبوك من خلال الهاتف أو من خلال الموبايل بتاعك. لو أنت أول مرة تشوفنا، ياريت تدعمنا وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس. ولو أنت من أصدقائنا وأصحابنا اللي موجودين على القناة دايما، ما تنساش تعمل لايك وشير علشان الكل يستفيد. يلا نروح لشرح النهاردة، وأول حاجة هندخل على بتاعنا وندخل على تطبيق الفيسبوك علشان نشوف الصفحة التجارية اللي احنا عايزين نغيرها. وليكن انا هدخل على الصفحة ديت واضغط هنا على الثلاث شرط علشان يجيب لي الصفحة التجارية بتاعتي اللي انا عايز اغير اسمها. هنا قدامي صفحة تجريبية اسمها اتعلم دوت نت اللي قدامنا دي، هضغط عليها علشان يفتح لنا الصفحة بتاعتنا اللي هنغير. فزي ما انت شايف، احنا دخلنا دلوقتي على الصفحة التجارية بتاعتنا، بتكون بالشكل اللي قدامنا ده. بتلاقي هنا فوق هنا تحت اسم الصفحة نظرة عامة واعلانات واشعارات، ناخد الشريط ده يمين او شمال عشان يجيب لنا كلمة المزيد او الثلاث نقط دول. احيانا في اصدارات من الفيسبوك بتلاقي الثلاث نقط دول فوق كده على اليمين او على الشمال وانت على الصفحة التجارية بتاعتك. المهم نضغط على المزيد او الثلاث نقط دول ونختار عناصر التحكم في الصفحة، نختار edit page info او تعديل الصفحة. المهم نضغط اي اختيار فيهم علشان ندخل على تحديث معلومات الصفحة، وهنا بيجي لي الاسم، الاسم اتعلم دوت نت، فانا عايز اغير الاسم ده. لو ضغطت عليه تعال نشوف الصفحة اللي هتظهر لنا، هيقولك لا يمكن عرض هذه الصفحة التي طلبتها، فقد تكون غير متوفرة مؤقتا، يعني مش هنقدر نغيرها من تطبيق الفيسبوك بتاعنا. طيب عشان نغيرها نعمل ايه؟ هنخرج لأي متصفح جوجل كروم، اوبرا ميني، اي متصفح، وتدخل على الفيسبوك من خلال المتصفح ده، تمام؟ وليكن انا عملت تسجيل دخول على المتصفح بالاكاونت المسؤول عن الصفحة التجارية بتاعتي زي ما احنا شايفين. بعد كده بتروح على الثلاث شرط اللي على الشمال او على اليمين على حسب اللغة، وتختار الصفحة اللي انت عايز تغيرها وليكن اتعلم دوت نت دي، وبضغط عليها علشان يفتح لنا تفاصيل الصفحة زي ما احنا شايفين. بننزل نختار المزيد او اللي هي الثلاث نقط دول ونضغط عليهم ونختار تعديل الصفحة. هضغط على تعديل الصفحة علشان يجيب لي الصفحة اللي قدامك دي، وبعد كده تختار تعديل معلومات الصفحة اللي قدامنا دي، فاضغط على معلومات الصفحة، وهنا يفتح لي نفس الصفحة اللي كانت موجودة على تطبيق الفيسبوك، ولكن هنا بيتيح لي التغيير لاسم الصفحة او اي تعديل انت عايز تعمله. هضغط على الاسم علشان اغيره، زي ما انت شايف بيفتح لك صفحة التعديل بدون اي مشاكل. فهغير هنا الصفحة ديت او اسم الصفحة ديت وليكن مثلا اتعلم دوت نت مثلا 11، وبعد كده بتضغط على متابعة. هنا بيأكد لك التغيير، اسم الصفحة الحالي اتعلم دوت نت، اسم الصفحة المطلوب بتغييره اتعلم دوت نت 11. هنا بيقول لك قد تستغرق مراجعتنا حتى 3 ايام، يعني تغيير اسم الصفحة بيتطلب 3 ايام، ولكن بتفضل 7 ايام ما تقدرش تدخل تغير الاسم تاني خلال السبع ايام دول من تاريخ اليوم. المهم بتقرا التفاصيل دي كلها وبتتاكد ان ده الاسم اللي انت عايز تغيره، وبعد كده بتضغط على طلب تغيير علشان يتم تقديم الطلب ومراجعته وموافقه عليه علشان يتم تغيير اسم صفحتك. زي ما انت شايف نحن نراجع طلب تغيير اسمك، نحن نراجع طلب تغيير اسم الصفحه، سنرسل لك اشعارا خلال 3 ايام عند اكتمال مراجعتنا، واضغط على موافق. بننتظر لثلاث ايام علشان يتم تغيير اسم الصفحة بنجاح ان شاء الله. وبكده نكون خلصنا شرح النهاردة. ياريت بقى لو عجبك ما تستخسرش فينا اللايك والشير، ولو انت اول مرة تشوفنا اوعى تنسى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك اخر فيديوهاتنا ومجرد رفعها على القناة.
انتظرونا في فيديو جديد، وإلى اللقاء.